حلوا عني روحي على بيتكم. لك كيف بدنا نروح؟ ولاد ركاك هيك وانت دمك عم ينزف منيح ما لقطش ترعى الطعك. بس نوصل ذكروني مشان اتصل بنجلة. شو بدك اياها دوش؟ ما بكفي مشغول بالا على اولادها، تشغلي لها بالا على جلدك. نشكر الله ما تقشي، بس لو كنت تقشت كنا رحنا منك وتوسمك. شو الحال؟ نشكر الله ما تقشي، الحمد لله عشلتك وعشلت امك. لسكتوا لسكتوا، يبعث الحمد لسكتوا. شكلي مويت بصراحة. ايه لونك مش عاجبني.
اذا مثل تقصري شيء كتبوا على امري شهيد عائلة مرتي. ايه بنزورك بنزورك كل يوم. وانا رح رش لك اليوم ماي على القمر حتى ما يحش. الله يرضي. بما انك بتحب الورد كثير رح ازرع حالي حتى. حماتي شايفة حالك وردة؟ انت قردة؟ معقول الاولاد من امبارح لليوم ما بينوا؟ يا ربي. الو بونجور ليلي كيفك؟ ما عادوا حكيوك الاولاد؟ ابدا؟ اوكي اوكي مرسي عم عزز بيك. ربي وين الولاد يا ربي يا ربي وين الولاد؟ طمني فلفلوا الولاد؟ لا الولاد فلفلوا ولا حدا فلفل رح جن. اتصلتي باصحابك فقلتيهم؟ اتصلت بليلي قال ما شفتهم، اتصلت بوداد قال ما شفتهم كمان. غريب يا عمي وين اختفوا هالولاد؟ شو قتلهم البعبع؟ يا ربي يا ربي شو مشغول بالي عليهم؟ اكلوا شربوني شفيقة قولك عصابة خطفتهم اختي. يا اختي لو عصابة خاطفتهم على القليلة كانت العصابة تلفنت وطلبت فدية. تلفن حدا؟ حدا تلفن؟ لقيتي تلفنتي ولا برهم تلفن ولا عمتي ولا امي ولا خالتي. ليش امك وخالتك وعمتك ما ناموا هون؟ امبارح انت وصلتيني جيت ما لقيت قلت انا اكيد راحوا على البيت. غريب انا كنت نايمه بالبيت بس ما شفتهم. لكن وينو؟ اكيد عم تمزحي. شو هلا وقت مزحي انت كمان؟ يا دلي اول امبارح ولادك وامبارح امك وخالتك وعمتك. بعد ما قصني شغلة بيل انت كمان. نعم لعلمك عنا مثلث برميدا بهالبلد. مثلث برميدا هيدا اللي بيخفي الطيارات والبواخر؟ طبعا لانه بيومين اختفت نص عيلتنا. والله يستر ما نختفي انا وانت. نيالك بالك شو فاضي نيالك. اختفوا ولادك واختفوا اهلي وبعدك عم بتقولي بالك فاضي. يا الله يا الله شو هالمصيبة هيدي. ليكي شفيقة شفيقة شو بكي اختي نقصيني؟ اختي بيسهر كان بده يقطع قلبي شوي. انت حيقطع قلبك ولا انا حتوقفي لي قلبي؟ بخيلك يا اختي بخيلك. تلفني لابراهيم قولي له يساعدنا اذا مش كرمال اهلك كرمال ولاده. الو صباح الخير استاذ جميل. الو 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 سمعني؟ الو اهلا ست نجلة. نعم معك جميل. بليز في احكي مع برهوم. ست نجلة الاستاذ بعد ما وصل لهلا. لهلا ما وصل؟ لا 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 بعد ما وصل. والمشكله انه عندي زبون هون محكم تخيو بعد الظهر وناطره لهلا ما اجى. ست نجلة الله يخليكي اذا عرفتي شيء عنه او حكي اتصلتي فيه او حكي معي قولي له يتصل بالمكتب ضروري. يا عمي اذا انت ما بتعرف وينه انا ما بعرف وينه فاذا برهوم اختفى. الو 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 مثل العاده فكرت. عم تحكي معي انسه؟ لا عم بحكي مع حالي عن هالحاله. لقيت الاستاذ؟ عفوا استاذ لا بعد ما لقيته بس هلا بيكون واصل. في شوية عجقة سير على الطريق فرجة. اندريا اي كيوز الترا كويك بالالوه فيرا مزيل المكياج حتى الماسكارا الووتر بروف. اندريا اي كيوز موسترايزر مزيل مكياج العين ومرطب في نفس الوقت. واذا كنت تضعين عدسات لاصقه اندريا اي كيوز بالازاز ما بيأثر عليك.
لك يا حماتي شو بك انت؟ كيف اذا فت بالازاز ما بأثر علي؟ في حدا بفوت بالازاز ما بأثر عليه؟ ما بعدك عم بتقلي انه عملوا لك ابره ضد الازاز. عملوا لك ابره ضد القزاز مش ضد الازاز، ضد القزاز. ايه مثل بعدها؟ لك كيف مثل بعدها؟ الازاز يعني الازاز اللي مركب بشباك البيت معروف ما هيك؟ بس القزاز هي ضد الالتهابات، هيدي ابره. ابري عبال عندك عرفتيها؟ ايه فهمتي بهاي؟ فهمت صعبة بفتكر شو بدك؟ هلا ما بدي شيء، بقيت العيلة وين؟ ما عرفت؟ يا حبيبتي حتموتيني ما بدي اعرف، ما كنت قلت العمليات ما بدي اعرف ايه صحيح صحيح ايه الخالة فقسي والعمي طحشي استغلوا فرصة وجودك بغرفة العمليات وراحوا عملوا فحوصات دم وحزوز شو طلع معهم؟ طلع ما عندهم دم؟ لا طلع عندهم دم لكن شو؟ الخالة طلع سكري واصل معه لل 600 ان شاء الله بيوصل لل 1600 يا رب والعمي طلع معه هيدا اللي بيسموه قال ترقرق العظام هاي اول مره بسمع فيه ترقرق العظام ايه بحطوه على التندور وبرقوه بس قال شو نخر العظمة على الاخر ليه نخر العظمة يمين يا رب يا تسهلي المهم هلا وين هن الدكتور ما سمح ولا باي طريقه انه يترك المستشفى بالقوه حطهم بالاوضه يا فهمتي؟ لكن شو رأيك هلا؟ نروح نشيك عليهم قبل ما نروح على شغلي أنا. أمون معروف. اتفق عن المستشفى، حرام. حرام؟ هلا صرت تعرفي بالحرام؟ هني حرام وأنا مش حرام يا بنت الحرام؟ قولي 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 ماشي معي قولي. أنا سيب إيدك لعندهم، وأنت عمول معروف روح جيب لك كم زهرة بإيدك، لأنه مشان مقامك عيب تفوت لعندهم وإيدك فاضية. عيب؟ إيه. إيه. حاضر. ونقي الوردات حلوين وكترهم خلص مثلكم حرقيهم مثلكم حاجة ثلاث حاضر الله يصف عمرك يا مرتي على العائلة وبرد فيني إياها الله يصف عمرك وحياتكم على المسك لا بحلال ولا بحرام ما كان يقبل إلا ما يدفع هو المستشفى عنكم يا حبيبتي ما انه مجبور فينا نحن قريبين ولا لا ما مين؟ عصافير الخوف؟ سلامة قلبكم. تفضل هي إلي. وهي إلي. الله يسلمك يا رب. وهي لإلك حماتي. شوكي مقبولة منك. ما تأخذوني ما لقيت هون محلات زهور فسرته من عند البريد اللي حطه. سلامة قلبكم، سلامة قلبي. الله يسلمك يا رجال الخير. ولك يا رجال الأعمال الخيرية. إيه؟ هلا صرت رجال الخير ورجال الأعمال الخيرية؟ ولو بسعت عند المستشفى وما نشكرك بكلمة صغيرة حلوة على القليلة ولو ما نحن أهل ايه انا كل عمري اقول عنك انسان ادمي ومهذب وابن عائلة كبيرة ومزوي انا مزوي ايه انا مزوي من يومين كنت العوض وما بتوفرين بعضوا عن بعضكم ناسيين عمركم لك شبكوا هلا بتفوتوا بتفوتوا حالكم ناسيينكم مرضى مقصود هلا علقتم مع بعضهم انا علقتهم مع بعضهم لك بقتوا حالي لا ما بقتل حالك ضروري كنت تذكرهم باللي قالوه امبارح اوكي اوكي انا ماشي لحظه ايه هلا نعم مري طلعت المستشفى شو طلعت المستشفى طلعت المستشفى وكل الاوقات بتدفن دفني انا لانه طول ما حضلوا وراي اكيد دفني على ايدكم الله يخرب بيتكم Yeah.
شو اللي قاطع خط التليفون بهالوقت؟ شو بك يا حبيبي؟ شو اللي مو عليك بهالوقت؟ تعي حياتي تعي انا بيتك عم مش لكل ليلتنا؟ برافو عليك، منيح اللي قطعت لها خط التليفون. انا طول الليل نايم لمقص حدي. كنت عارف اني احتاج للماما. سامعة دحسي بسرعة غير الحديث. اوه يا الله دورك يا ست نادي مو بكير. ما عليه حبيبي ما عليه، مع اختك صغيرة لازم نطول بالنا عليها. فوت بحضر لكم تربيقه ولا بتفضلوا ترجعوا تفوتوا تكفوا نومتكم؟ لا خلص خلينا. طيب اوكي، لكن انا رح فوت حضر الترويقه. تحبي تساعدي؟ لا حبيبي معلمة، انتوا هلا ضيوف، انا رح حضر الترويقه وبعيط لكم، تروني هون. ايه هلا بعد الترويقه بننفذ خطتنا، مفهوم؟ مفهوم. قولك اللي تلفن بيرجع بتلفي؟ سمعتي شيء؟ صوت ولاد؟ سمعت قالوا نجلة ونقطع الخط. والصوت كان رجال ولا ست؟ لا صوت ست بس كأني بعرفه. لم يعمل التلفون. لحظة دقيقة. ألو؟ سوري ليلي عن جد عم بزعجك. عرفتي شيء عن الولاد؟ لا لا بعد ما نعرف شيء. اوكي حبيبتي سوري ما تواخذيني. ايه باي. تركني لوداد. شو شو بعرفني هيك يا مشغول يا معطل. لكن ما في غير امك. لا 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 هيدا لا صوت امي ولا عمتي ولا خالتي. لا ها ها هيدي حدا من قبل العصابه عم بيتلفنوا ليشوفوا اذا في حدا بالبيت. شرفك ما تخوفيني هلا. اسمحي لي بالتليفون. شو بدك تعملي؟ بدي اتصل للبوليس. والله بنتي هي قوتها ذكيه. اكيد حتحطوا خطنا تحت المراقبه ويكمشوا دغري المجرمين. انت بتلفني خلصيني. يا ريت كلكم مثل شفيقه. الو الكراكون هون بيت ابراهيم المحامي. بقدر احكي مع حضرة العميد؟ العميد مرة وحدة. الو حضرة العميد انا شفيقة. علي راسي يا حبي. طب طب ليه عم تربطوني؟ سوري طقطة ضل اللي بيحفر على الليل بديك مش العملاء بالاول. انا عميلي؟ طبعا انت اكبر عميلة. مثل ما اشتغلتي لحساب الماما ضد البابا عم ترجع تشتغلي لحسابها بس ضدنا وبترجع تسلمينا لإلها. يعني انتوا اللي قطعتوا خط التليفون؟ بعد شوي رح نقطع كل علاقتنا فيكي. يعني وحياة الله وحياة الله انا قلتها عليكم. يعني شفتكم عم تتعذبوا اكيد لكم وبيكم عم يتعذبوا كمان. نحن ما بننكر انه عم تعذب بس مثل ما بيقول المثل عذاب ساعة ولا كل ساعة. فهمت؟ طيب فكوني فكوني انا بوعدكم بتراجع عن فكرتي وبعتذر منكم. كل الشاشة تو بس. طب وقع يا طير. تعيطي تنبح نحن رايحين. سوري طفلات نحن هلا مضطرين نمشي لانك وعدتينا وغدرتي فينا وعلى شوي كنت ضيعتي كل شيء عم نعمله حتى نرجع البيت بيت. طب خلص خلص سامحوني سامحوني وما تروحوا خليكم هون احسن ما تضيعوا تتشردوا بالشوارع. ما رح نتشرد بالشوارع لانه نحن مش ولاد شوارع. مشوا. طب تفهموني لوين رايحين؟ سوري طفلات الخين بدنا نسلم اسرارنا. طب فكوني قبل ما تروحوا. منفكك ليتصالح الماما والبابا. طب انت بيتصالحوا الماما والبابا حتى تقرا الاعلام بالجريده. باي باي. يعني ما تروحوا ما تروحوا. هلا تركنا بيت وداد وين بدنا نروح؟ ها جبت الفكره. شو رايكم نروح على طاوله زميله؟ بس جميله تركت الشغل عند البابا، ما قلت تستقبلنا ببيتها؟
طن جميلة ست منيحة، ما بفتكر بتقلنا لا. أنا بحب رأي طن جميلة. وأنا كمان. وهيك بتحبنا كتير كتير. دروني أنا رايح تلفي تليفون صغير. لمين بدك تلفي لجميلة؟ هلا وقت اللي أرجع بقلكن. ما تأخر. رحت. ما شو نقعد يعني. بعيد من هون؟ لا مش كتير. يا رب يكون قريب، يا رب يكون قريب. ليه تعبتي؟ كنت تعبان كتير. هلا عملتي بيبي عن بدل؟ قبل كنت تمشي ليه بس هلا مضبوط. ألو طلعت شفيقة؟ أنا هاني، أعطيني الماما إذا بتريدي. إيه حبيبي تقبرني لحظة، نجلة! نجلة سيدي هاني على الخط. الو هاني وين كون؟ كيف كون حياتي؟ ممكن تروقي بتخليني احكي؟ اوكي اوكي بكون شي؟ انا بخير، اخواتي كلهم لحد بخير وبيسلموا عليكي. انت رجعين على البيت؟ رجعتنا على البيت الى شروط. انا بتردي نفس كل شروطكم بس ارجعوا. اولا من نرجع على البيت ليرجع البابا على البيت، ترجع انت على نادي ويتراجعوا كل اهلنا عن تدخلات بشؤون بيتنا الداخلية. اوكي حبيبي مثل ما بدك، رح نفذ كل الشروط بس ارجعوا. وحتى نضمن كلامك بتنزلوا على الجريد مو من ضمن الاثنين بتعترفوا انه لا مشاكل بعد اليوم. اوكي حبيبي رح اقول له هيك لبيك ورح نعمل اللي بدكم اياه بس بليز ارجعوا. بنرجع حتى نقرا الاعلان بالجريدة. باي. نجلة ما فهمت شو شروطهم؟ شروطهم انه انا وبيهم نمضي انه لا مشاكل بعد اليوم ونحطها بالجريده. ايه عاد يلا طمنا على الاولاد. ايه بس هني ما بيرجعوا على البيت تيقروا الاعلان بالجريده. ايه يلا اعمليها يلا اعطيني الاعلان هلا انا بوديه. خي طمنت على الاولاد. بعد في اهلك وين وبرهوم وين؟ اهلا استاذ. شو مهاراتك استاذ؟ ما عرفتي؟ عصافير الحب نوزوني برقبتي. عصافير الحب؟ ها مين هدول؟ ما عرفتيهم؟ ام مرتي وخالة مرتي وعمة مرتي. وين شافوك حتى نقودوك؟ امبارح ما وصلتك على البيت. والله؟ اتصلوا الاولاد؟ حكيتي معهم؟ الو الو ايه ايه نجلة؟ ايه حبيبتي عم بسمعي؟ ايه ابراهيم هلا من شوي اتصل فيي هاني وطمني عنه وعن اخواته ما بهم شي. طيب قالوا لك هني وين وامتى رجعين؟ قالوا لي انه هني هو ببيروت بس ما حيرجعوا على البيت الا ما ترجع انت على البيت وارجع انا على عنادي وما حدا يتدخل بشنقونا الداخليه بس حاطين شرط ما بعرف اذا بتوافق عليه. شو هو؟ قال لي اذا بنحط اعلان بالجريده نتعهد فيه قدامهم وقدام كل الناس انه لا مشاكل بعد اليوم. هني طلبوا نحط الاعلان بالجريده؟ ايه بالجريده. ليه عم تسال؟ منيح اللي طلب نحط الاعلان بالجريده ما طلب نحط الاعلان بالتلفزيون. المهم انت شو قلتي لهم؟ قلت لهم انا موافقه على كل شروطه. وقلتي لهم مستعده تتنازلي عن عنادك وشروطي؟ مستعده اتنازل عن عمري كله بس يرجعوا. بس؟ ايه ويرجع على البيت. بس؟ ترجع انت على البيت. اوكي نجلة اوكي انا جاي على البيت. ايه ايه آه انت حمي الحمام وحمر الحمام وحضري حالي وحضري لي بس الاعلان حتى ياخذوا على الجريده. حاضر حبيبي. شو قال لي؟ قال لي انه جاي. خي هيدا الاولاد طمنا عليهم وجوزك راجع على البيت. تسمحي لي روح دور على اهلك؟ ايه دخيلك اختي روحي اطمني على اهلي بس تقبريني انت ورايحه. مرقعه ودات شوفي لي خطه مشغول ولا هي بهالشي ما عم ترد. تكرم عيونك. سامحني على كل غلطة عملتها بحق جوزي وولادي وبيتي. يسلمولي ان شاء الله. هول حبيب قلبي رجع. فوتوا يا حياتي فوتوا. وداد ولدوا الباب مسكر.
بيقروا ما قادر اقوم افتح. اخلقوا وفوتوا. شفيقة منيح جيتي، صار لي 4 ساعات مربطة على الكرسي. ومين مربطك؟ اللي ربطني حرامي. سرق شيء؟ لا لا ما بفتكر، بس ربطني وهرب. معقولة حرامي بيجي ليسرق بربط صاحب البيت وما بيسرقوه؟ ايه بقى بده يكون حرامي ادمي. حرامي وادمي؟ ليكي احكيلي بصراحة، هيدا حرامي بيوت ولا حرامي قلوب؟ ما تحرجيني ما تحرجيني، ما بقدر احكي. ليكي ها برجع بربطي. لا لا بحكي بحكي، اوكي بحكي بحكي. اللي ربطني اللي ربطني اولاد اختك نجلة. اولاد اختي كانوا عندي؟ كانوا عندي نايمين هون من امبارح وراحوا. وين راحوا؟ ما بعرف، بس قطعوا خط التليفون وربطوني وراحوا. وليه ربطوك؟ لانهم طلبوا مني اني ما اخبر حدا انهم هن عندي، وانا كل ما تتصل في امبارح نجدة وتحكيني قلبي يتقطع عليا. وشو بدي اقول لها؟ ما قادرة احكي. الاربعة قاعدين بوجهي وعيونهم علي. يعني وداد معقولة ما لقيتي هيك فرصة تحكي فيها مع نجلة؟ بلا، لقيت اليوم الصبح لما لقيتهم غاطسين بالنومة صمام التلفين، ما لحقت قول الو نجلة، نقطع الخط. هيدا انت اللي تلفنتي ونقطع الخط. شو لقيتي من وين مقطوع؟ كانوا قاصينه بالمقاص. مين عم تطلبي؟ اطلبي نجلة، نجلة بسرعة. حرام. الو نجلة؟ ايه اختي، انا عند وداد. لا لا ما بهالشي. ليكي رح تحكي لك قصة احلى من قصص الف ليلة وليلة. ايه. الو نجلة، تقبريني حبيبي. باي باي. وين مفتاحي؟ نسيته بالمكتب. مبين رجع بكير كمان على البيت. ايه ماما، لانه الاستاذ جد عليه شغل ضروري. قمنا سكرنا المكتب بكير ووصلني على طريقه. وليه ما طلع معك؟ يا ماما ما قلت لك عنده شغل. على كل حال محضرت لك مفاجأة كثير حلوة. مفاجأة لي انا؟ شو هي؟ انتوا هون؟ اشتقت لكم يا حبيبتي. شو المفاجأة الحلوة هي؟ بونجور سيدي، صافا بيان؟ هاي كيف الحلو؟ منيح. يا اهلا وسهلا فيكم. حبينا نعمل لك اياها مفاجأة تنشوف اذا بعدك تفكري فينا ولا لا. يا حبيبي انا دايما بفكر فيكم وبسأل عنكم. شو هالزيارة الحلوة هاي؟ شي اللي ما بيسأل عنه. ايه سأل عنه؟ ايه انا دايما بسأل عنكم، ما بتقدروا تعرفوا شو حسيت لما شفتكم. مش حسيتي؟ ما بعرف هيك حسيت قلبي عم يعمل بوم 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 اليوم. انا كمان. عن جد؟ ليش ليش؟ افتكر حب. عم يبلش اكيد هيدا حب. ماما ما قلتي لي قديه صار لهم هون؟ من على بكره. صار لهم من على بكره هون؟ وما تلفنتي لي وقلتي لي؟ مين قال لك ما جربت؟ بس ما خلوني. اكيد ما بنخليكي. لو تلفنتي كانت سيربريز بتروح. ايه ما حق بتبطل سيربريز بتروح. لكن هلا اوعى حدا يتحرك منكم، بدنا نتغدى سوا. اوعى تقولوا لا. ما تخافي رح نتغدى سوا ونتعشى سوا كمان. ويمكن نتروق سوا. يعني حتناموا عنا اليوم؟ اذا بتستقبلينا. هلا لو فهمتوا اكيد بستقبلكم بحطكم بعيوني هون. في دخيل عيوني. لك انا طب يتغزل فيي شو هيدا غزا؟ لا غزل البنات. على عيون البنات.
حبيبتي علي صوتك مش عم بسمع شو عم تقولي. اكيد عم تسالك وين الحمام. شو عرفك انت؟ ليش انت انت بتسالي غير عن الحمام؟ تعي انا بدك بالاذن. اذنك معك حبيبتي. عندي شيء؟ نعم. عندي لك سؤال. تفضل. انت لما تركت الشغل عند البابا ما لقيت تشتغلي؟ اشتغلت بمكتب محامي تاني. جميلة؟ نعم ماما. ليش انت ليه تركتي مكتب الاستاذ ابراهيم؟ ماما عيب قوم نحضر اكل بيكونوا الولاد جوعانين، ما هيك حبيبتي؟ بيتي مش جوعانين انتو؟ انا جوعان. وانا كمان. واكيد الصبايا جيعوا كمان. وانا مش جوعانة، انا عطشانة. حبيبتي. مثل ترم مثل ماي، تشرب وتفضل. عيب حبيبتي. نجلة. نجلة. شو بها رقبتك؟ شو بكي شو في؟ لك شو بها رقبتك؟ ما عرفتي؟ لك ما بدي اعرف. لك اهلك ذبحوني. مين؟ لك امك وعمتك وخالتك وحياتي ذبحوني من الوريد للوريد هيك. ليه وين شفتوا؟ لك امبارح لما تركت المكتب رحت نزلت بكنتزة بالاوتيل. ايه. رحت على الاوتيل طلعوا لي هناك مثل عفاريت، هربت منهم فت بالازاز. هلا اهلي وين؟ مين؟ لك اهلي وين؟ اهلك هلا بالمستشفى. طب مين فات بالازاز انت ولا هني؟ لك انا فت بالازاز هني فاتوا على المستشفى. شو بتعدي من الاول؟ شو؟ روحي يا حبيبي. هدي لي اعصابي شوي وروقي. اوكي. هلا بحكي لك القصه كلها، بس طمنيني بالاول على الاولاد. شو؟ اولادك كثير منيح بس حزار وين كانوا؟ وين؟ عند وداد. عند وداد بده؟ اي نعم. الله يقصف عمرها، ليه ما تلفنت لك وقالت لك؟ ليه؟ لا عم اهلك حرام، هي اتصلت فيي بس بده يكونوا انتبهوا علي انه اتصل فيي، قاموا قطعوا الخط وهربوا، لو ما شفيقه راحت لعندها على البيت ما كنا عرفنا شيء. لك الملاعين؟ وبعدهم عندها؟ لا ربطوها وراحوا. جي؟ ايه. لك وقت اللي انت حكيوا معك بالتليفون؟ هني حكيوا معي بالتليفون بس بده يكونوا من محل تاني وطلبوا مني احط الاعلان بالجريده. طب الاعلان وينه؟ يلا دقيقه. وين؟ هيدا هو؟ ايه. اكيد هيدا هو؟ ايه. ما كنت فاتوره المي او فاتوره الكهرباء. الى اولادنا الاعزاء نعتذر لكم عن مشاكلنا الزوجيه التافهه ونعاهدكم بان لا مشاكل بعد اليوم. حلوه هي، بان شو؟ لا مشاكل بعد اليوم. عودوا الى البيت نحن بانتظاركم. الامضاء الام نجله والاب ابراهيم. حلو. تفضل. نضيف. بس هون عامل غلط املائي. اوكي حبيبي خليني اروح لكين على الجريده بكثير مشان ينزل الخبر بكره بجريده بكره. ايه. طب ليك شو رايك تاخذني معك على طريقك؟ لوين بدي اعطيك على الجريده؟ لك لا على المستشفى، بدي اروح شق على عمتي وخالتي وامي. اوكي تفضلي. ليديز فيرست. ليك برهوم. نعم. بس بليز ولو خمس دقايق خليني اطلع غير تيبي. ياي راحت ساعتين. اوكي. تبعتيني بوصي بطل. ليه؟ ايه ما عدل. هروح روح بتاكسي صفي. ما في صحن. صباح الخير. صباح النور. الله عليك. الله عليك. شو هالنشاط؟ شو هالوعي البكير؟ ليش شو انا نمت بالاول؟ وليه ما نمتي؟ لك السؤال. وحده مشغول بالي على اولادها، كيف بده يجي ينام؟ ايه بس انا نمت. هيدا اللي شغل لي بالي. على حال ما توهزيني يعني، ان شاء الله الليله بعوض لك اياها وبنسهر لوجه الضوء بحياتك. لوجه الضوء لصاحبك. لوجه الضوء. لوجه الضوء. ايه بلاها. لا بتضحكي؟ ما بصدق؟ من امبارح ما لحقت حطيت راسك على المخده رحت نمت. يا حبيبتي امبارح كنت تعبان. ان شاء الله اليوم النشاط. لا الحمد لله منشط هلا بس الحلال داني وحياتك انت حسيت حالي ابن 20. ليك حياتي تبقى حلو دقنك عشيه مش على بكره. هذا حلو. اه يا قويه. اه يا قويه. مينو هالمزعج اللي عم بدق على الباب على كره الصبح؟ هيدا بيرو. انا طلبت منه امبارح يسهر طول الليل يا حرام، حتى بس تطلع جريده يجيب لي اياها عن اذنك. شكرا بيرو. برافو شو؟ برافو 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 شو شو طمني. هاي حاطين الاعلان باول صفحه. يا حياتي يعني اليوم الاولاد رح يرجعوا على البيت. لك اليوم الاولاد حيرجعوا والسعاده حترجع لبيتنا والحب حيرجع لقلبنا. مثل ما طلبت صار. انت بتعرفي تقري؟ مثل ما طلبت صار يا حبيبتي. معتذرين منكم بالجريده وواعدينكم انه لا مشاكل بعد اليوم. هاني ليه عم تبكي يا حبيبي؟ قدروا لي وصلونا لهالحال؟ معلش يا حبيبي شو بدنا نعمل؟ لك
الكبار بيغلطوا بتطلع الفله بالصغار. طب جميلة نحن نتشكر كثير على ضيافتك. تكرم عينك حبيبتي. هلا صار لازم تقومي تمشي حتى ما تتاخري على شغلك. ايه وانتو؟ نحن هلا لازم نرجع على البيت. طيب هلا بخلي التاكسي اللي بده يوصلني على الشغل يوصلكم على البيت. بس على شرط. تفضل. تروح الليلي تحضر الحفل اللي احنا عملنا بس نحضر الماما والبابا. اليوم؟ تروحي انا روح. ايه انت؟ ما رحتي بزعل. لا ما ضروري. يعني ايه ضروري. طيب رح اروح. لانه مثل ما الماما والبابا رح يتصالحوا لازم انت كمان تتصالح انت والبابا وترجعي على شغلك. طيب خلص اوكي. ما تنسي معزوم الليله انت والتيتا الجديده. ايه؟ مين يعني التيتا الجديده؟ كولا وامك. هلا ماما هي التيتا. طيب حبيباتي يلا نقوم نروح هلا احسن ما اتاخر على الشغل. وضروري هلا وهلا؟ ليش عندك هلا هلا؟ عندي مشوار صغير بالرابجة. ولوين هالمشوار؟ يي انت شو ثقيلة، أكيد بتعرفي، أنا بدروح على الحمام. حمام أسود. طيب حبيبتي يلا روحي ورجعي ناطريني. هتأخري. هاني؟ هاي شو اسمها؟ هيدي هنادي. لا، تربي ضل معي. قومي على الحمام، قمت أيمن. بدكم تعذروني يا أخوين، لأنه تأخرت بالقضايا اللي سلمتوني إياها. والسبب كنت انا بحالة ضياع، صدقوني كنت ضاعت انا وكان ضاعت كل عائلتي، لكن الحمد لله هلا رجع الوئام من البيت ورجع السلام وصلحنا ومشي الحال، وان شاء الله باليومين بيرجع لكم حقكم مثل ما وصلني حقي. انا وسلام. صباح الخير. يا صباح النور يا وجه النور. استاذ نعم. عندي خبر لإلك بجنني. بشرفك. جميلة، وانا عندي خبر لإلك بيفرح من كل القلب. عن جد؟ ايه. قل لي انت بالاول. يعني بتعرفي صراحة انا ومرتي وخلص مشي الحال. وبهالمناسبة عاملين حفلة صغيرة هيك بالبيت وباسمي واسمها عازمينك عنا على الحفلة. مبروك استاذ. بس الليلة؟ ايه الليلة طبعا. لا انا الليلة ما بقدر باردون يعني لانه عاطية موعد لغير ناس اسهر معه. ولو مين اللي فضلتيهم علينا؟ مين هن هدول؟ مين؟ مع حفظ الالقاب هاني هنادي دلال وفؤاد. اه هاني هي هدول ولادي؟ ما شفتيهم؟ استاذ هيدا هو الخبر اللي كنت بدي فرحك فيه. ولادك امبارح كانوا نايمين عندي بالبيت. لك الملاعين ولادي كانوا نايمين عندك بالبيت؟ وهلا تاخرت لانه وصلتهم لعندكم على البيت قبل ما اجي لهم. اكيد هذه افكار هاني. هاني واخواته كلهم ليش؟ لانه عامل الاشياء اللي كنت كل عمري احلم انا فيها. مبروك الصلحه يا استاذ. لك يبارك فيك. وبحب طمن كل اصحاب القضايا اللي كلفوني فيها اني من هلا ورايح حدافع عنها ببلاش بدون اي مقابل. طبعا خدمه لهم وخدمه للعائله اللي صرت انا اليوم رب عائله. ومشان هيك خلينا نخلق جيل متفاهم متماسك بالحب حتى يكتب شعار واحد يقول لا مشاكل بعد اليوم. اهلا وسهلا فيك. تفضلي. سوري استاذ انا بدي اعتذر على كل شيء صدر مني بس كان قصدي اجمع شمل العائله. ايه انت بتجمع شمل العائله؟ إيه؟ الله يفرق عائلتك امين يا رب. روحي اتجوزي بغربته. روحي 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 روحي. وداد ودو ابوها الله يهدو. تفضلي تفضلي. اهلين وداد. اهلين اهلين حبيتي. يا اهلا وسهلا. اهلا وسهلا ست الكل. مسيك الخير. يا اهلا وسهلا ست الكل. مساء الخير ست الكل. تفضلي على صدر الصالون ارجوكي. تفضلي. نعم كلك سوق. شكرا. اهلا شكرا. انا ساتلي قاتلكم كثير شفتوا وعدكم وجيت. تفضل يا رجل. تفضل. مين هي؟ هي امه الجميله السكرتير اللي عندي بالمكتب. امه. اه والله؟ الاولاد منين بيعرفوها؟ ليه ما قالوا لي؟ لا ما قالوا لي. ما امبارح كانوا نايمين عندها. يخرب ذوقه ما حدا قال لي. عجبك؟ يعني ما لحقوا تعرفوا على جميل دغري راحوا ناموا عند امه. شو بدي اعمل؟ بدك على فوق جميل. وين جميل؟ انا عزمته ووعدني انه يجي. على كل حال انت اهتمي بضيوفك انا بهتم بضيوفك. ندق البيت. ايه اوكي اوكي تفضل. شو بتبي تاخذي مدام؟ اهلا 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 بخينا جميل. اهلا اهلا بخينا جميل. اهلا بالاستاذ جميل. يا جماعه اسمحوا لي اقدم لكم سكرتيري جميل. جميل؟ هيدا جميل؟ أكبر من هيك. ولك إيه على حظك يا شفيقة بيظهر رح تضلك بلا زواج. أهلا وسهلا بالأستاذ جميل. صحة صحة. أنا مفرهوم هلأ كنا بسيرتك. فعلا
والله؟ بونسوار مدام. بونسوار. شكرا. فرهوب. نعم. قعدوا ولو. تفضل استاذ. ماشي انا بقعد، بس ارجوك انت تهتمي بضيوفك، انا بهتم بضيوفك. اوكي. يا جماعه ارجوكم تسمعوني بس. جميع حيضلوا واقف شوي معلش. ايه اوكي. مثل ما قدامكم اعترفت نجلة انه هي كانت السبب وراء وداد، وراء المعلمة، وراء الشبع، وراء الرجال المسلح ومرته، وكذبت علي انا كمان متوخذوني، اضطريت اكذب عليها والكذب حيوقف قدامكم. نعم. شو خذوا جميل تيعرفي مشكلنا؟ كيف ما جميل؟ ليش فكرك جميل جميل؟ لكن جميل شو؟ جميل هو جميلة، جميلة اللي إلها الفضل الوحيد عليك وعلي وعلى البيت كله وعلى السلام اللي رجع مع الأولاد على البيت. أكيد عم تمزح. لا مش عم بمزح، بتحب تشوف الحقيقة؟ أكيد بحب تشوف الحقيقة. في شي بإيدي؟ اللي قدامكم مين؟ جميل. جميل ها هاي مين؟ وهي جميلة. اسمحي لي بس شوي رب بس. لا خليني اجيبه. بوجع بوجع استاذ. اه لزقوا ايه لزقوا. بس انت جميلة مدام. انا بعتذر منك عن جد، انا بعتذر منك وبتمنى انك ترجع على المكتب عند جوزي. برجع على المكتب بس جميلة ولا جميل؟ لا اكيد جميلة، لانه انا ثقتي بجوزي هي الكفيلة. بشكرك مدام، بس كمان بدي اعتذر منك اذا سببت لك اي احراج. لا ابدا. هلا الاعتذار كله ما بيفيد، اللي بيفيد شيء واحد، انه مكتب المحامي بده سكرتيرة. وجميلة شو؟ سكرتيرة البابا. هلا بهالمناسبة اسمحوا لنا نقدم لكم سكتش من اعدادنا، تأليفنا وتلحيننا، بمناسبة صلحة البابا والماما. المديرة والقبلة منيرة وجارتنا سميرة
كل الستات بتزعجها وبتخليها بحيرة، كل الستات بتزعجها وبتخليها بحيرة، ترسم لهم بحيالها صورة وبتكبر الصورة. قلله يا قاضي نانا معها حق، إلا يا قاضي بوب على حق، جيتوا للحق وباسم الحق، انتو اتنين عليكم حق، ليكي حق عليه الحق ونحنا وين صرنا بالدق، عليكي حق عليه الحق ونحنا وين صرنا بالدق. محكمة حكمت المحكمة حضوريا على بابا وماما بالسجن الزوجي المؤبد مع الأشغال الشاقة لتأمين مستقبل الأولاد. وبعد الشلسة وموقفوا وموقفوا لهيئة المحكمة، ومهتفوا ومهتفوا ليحيى عدل المحكمة. مين هيدي يا بابا؟ سكرتيرة بابا. سكرتيرة يا بابا؟ سكرتيرة بابا؟ I told the witch doctor I was in love with you. And then the witch doctor, he told me what to do. He told me.